نروح نشوف أخبار رحلات الطيران اللي هتجيب المصريين العالقين بالخارج. تغادر مطار القاهرة الدولي غدا الخميس 3 رحلات طيران دولية ل3 وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد. من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة. كمان شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران هتبعت رحلتين لمسقط وليجوس على أن تكون العودة لمرسى علم لدخول الحجر الصحي 14 يوم للوقاية من فيروس كورونا.